الراديو 90-90 هواها مصري. في تقرير نزل في بداية الشهر بأفضل 10 أغاني مصرية من بداية 2019 وعدد المشاهدات على يوتيوب. التقرير ده بيضم الأغاني اللي نزلت في 2019 فقط، مش كلها طبعا، وهنبدأ من المركز العاشر لحد المركز الأول. المركز العاشر كايروكي كان لك معايا، وعدد المشاهدات مع تقرير 13 مليون. أحمد سعد في المركز التاسع ملكش مكان، عدد المشاهدات 18 مليون. في المركز الثامن شيرين حب وجنة، عدد المشاهدات 20 مليون. المركز السابع تامر حسني ونانسي عجرم، الإعلان بتاع رمضان يعني بتاع أورنج، عدد المشاهدات 22 مليون. بعد كده في المركز السادس حمادة هلال أشرب شاي، في عدد المشاهدات وصل 23 مليون مشاهدة. من كمان عدد المشاهدات الكبيرة كانت من نصيب محمد رمضان في المركز الخامس وأغنية فيروس، وعدد المشاهدات وصل 25 مليون. تامر حسني نسيني ليه 47 مليون مشاهدة. عمرو دياب جمع حبايبك 63 مليون مشاهدة، وهو إعلان فودافون. في المركز الثاني محمد رمضان اللهو الخفي، وعدد المشاهدات 101 مليون مشاهدة. في المركز الأول محمد رمضان مافيا، وعدد المشاهدات 110 مليون مشاهدة. طبعا في أغاني تانية نزلت بعدها، ولكن التقرير ده كان لحد الأغاني اللي نزلت آنذاك. يبقى محمد رمضان بيكتسح في المركز الخامس والمركز الثاني والمركز الأول بأكثر الأغاني مشاهدة على يوتيوب. خليكم لسه معانا مكملين كلام مع المينا.